من خلال المؤسسات وبما يقوي أنظمة الحكم لتوسع هوامش الحكم. قمنا في المغرب في نفس هذه المراحل بفتح ملفات حقوق الإنسان وبإنشاء الهيئة الإنصاف والمصالحة، وهذه أول تجربة على أرض عربية في ظل استمرارية نفس الدستور نفس قيم الحكم، إذن بتعويض وبالاعتراف بالانتهاكات الجسيمة، بتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وبتقديم نموذج عربي إسلامي في مجال العدالة الانتقالية وفي مجال المصالحة مع الذات ومع التاريخ وتكريم ضحايا ومناضلي سنوات طويلة وطويلة. في مجال دقيق اللي هو وضعية المرأة ومقاربة النوع، تمكن المغرب من استصدار بإجماع وطني وبعد نقاش عنيف وطويل بين كل الحركات السياسية والحركات الإسلامية من إصدار ما يسمى قانون يسمى مدونة الأسرة. هذا اجتهاد فقهي شرعي أنتجه علماء المغرب يكرس دون الإخلال بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، يكرس المساواة بين المرأة والرجل في مسألة الأمازيغية. ونحن نتحدث عن الفضائيات، للمغرب فضائية ناطقة بالأمازيغية، ودشن المغرب مشروعا حضاريا متميزا في مجال الاعتراف بالثقافة وباللغة الأمازيغية وبالمكون الأمازيغي. ويمكن أن أسرد الكثير، ضيق الوقت لا يسمح. إذن أنا أتساءل كفاعل إعلامي، كفاعل سياسي، كمواطن كان له شرف المشاركة في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، إلى أي مدى هذا الكم الضخم من الفضائيات يساهم في التواصل بين المشرق والمغرب وفي تقديم بلدي بانتقاده وبمرافقته، ولكن تقديم الموضوع لكل هذه الأعمال. أيضا حين نتحدث عن أن نجيب عليه في هذه الجلسة أضيف دقيقة نعطي الكلمة لي نزيد جملة فقط لكي أقول. أيضا عشنا بمرارة كمغاربيين أثناء تفاعلات مباراة كرة القدم، يعني شنو هي مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، وشفنا إلى أي مدى شنت هذه الفضائيات أو كادت هذه الفضائيات أن تشعل الحرب بين شعبين شقيقين هنا يعني سؤال دور وسائل الإعلام مثلما قلت في تقريب بين الشعوب بين المنطقتين أو التباعد بينهما. سنجيب عن هذا السؤال. طيب. أستاذ أجار، فقط أعطي الكلمة لسيد محمود شمام، تفضل سيد شمام. لقد وضعت في أقصى اليسار، وسأتحدث من خلال هذا الموقع. منذ أيام طرحت من خلال صفحتي على الفيسبوك دعوة لأصدقائنا المغاربيين بأن وضعت محاور هذه الندوة وطلبت منهم أن يعطوني فيدباك حول الموضوع. وجدت لغة غاضبة جداً جداً من الإعلام المشارقي، وجدت مرارة أدركها جيداً كصحفي يعيش على خط التماس بين المغرب والمشرق، وألمسها أيضاً في هذا الكم الهائل من السوفت وير المغربي الموجود عبر الإعلام المشارقي، ولكنه لا يأخذ فرصته كاملة. بما أن فهمي للعمل الإعلامي أنه مسودة أولى للتاريخ، فما أراه من تجارب في أغلبها مشارقية هي مسودة لا أدري كيف ستقرأها الأجيال القادمة. منذ البداية ليس هناك مشكلة لغة أو مشكلة جغرافيا بين المغرب والمشرق، بل منذ البداية هناك اختلاف ثقافي مهم. هناك ثقافة عقلانية في الحيز المغاربي، وهناك ثقافة إلى حد كبير ألا عقلانية
في المشهد الإعلامي المشارقي. وفي كل مرحلة تاريخية من هذه المراحل رأينا كيف فرض المشرق نمطاً إعلامياً لم تستفد به الأمة، إذا كان هناك تعريف نتفق عليه للأمة. هل تذكرون عصر الترانزستور؟ هل تذكرون ذلك العصر عندما كانت القاهرة تخاطب عبر هذا الاختراع الغربي الجماهير في المنطقة بأكملها؟ لقد تحولت الثقافة والإعلام منذ ذلك الحين إلى ثقافة اجتماعية، إلى ثقافة الأذن، ليست ثقافة العقل والتفاعل، كانت ثقافة تهيج. استمرت هذه بشكل آخر عندما اخترعت الفضائيات، أعيد اختراعها في العالم العربي من جديد، قدمت لنا شيئاً أسوأ، قدمت لنا الصورة. فأصبح المواطن العربي الذي كان يقرأ ويكتب أصبح فقط يكتفي بالمشاهدة. في المغرب الصورة مختلفة. هناك أخبرني السيد منيف الحربي مدير العرب سات أن هناك 638 فضائية عربية على الأقمار الاصطناعية، منها فقط 30 فضائية مغاربية. الكم الهائل من الفضائيات المشارقية هي تتصدى لكل القضايا، من الإثارة الاجتماعية للإثارة السياسية. القليل جدا فقط يتحدث بموضوعية ويتحدث بمهنية. وما نجده الآن فضائيات في كل الاتجاهات، ليس هناك قناة علمية واحدة على هذا الفضاء العربي، ليس هناك قناة تاريخية واحدة على هذا الفضاء العربي. بمعنى أصح الإعلام المشارقي مرة أخرى يضعنا في مطب أو في مأزق اللاعقلانية. ولهذا نستطيع أن نهيج الشارع عبر هذه الفضائيات، سواء سياسياً أو جنسياً أو ثقافياً أو اجتماعياً، وكما رأينا في مباريات مصر والجزائر، ولكن لا نستطيع أن نعطيه رأياً عقلانياً محدداً. في اعتقادي هي مأساة ابن حزم وابن القيم، مأساة أن نرى الشاطبي وابن خلدون بينما نرى في المشرق ثقافة الكلام والحكي والأحاديث والأشعار. هناك ثقافة فلسفة وعلم كلام وعلم التاريخ في المشرق. هذه تنعكس في المشهد الإعلامي العربي بصورة كبيرة جدا. لابد أن نرى هذه الفوارق حتى نستطيع أن نحكم. أيضا في المشهد المغاربي هناك تعددية ثقافية وهناك تعددية ألسنية، تعددية في اللسان وتعددية في المنشأ الثقافي. بالمشهد المغاربي يمتزج الأمازيغي بالعربي بالإفريقي بالأوروبي لغة وعرقا، بينما المشهد المشارقي يغترب حتى على إطار التاريخي. على سبيل المثال نحن نعرف أن الخليج تاريخيا لم يكن منفتحا على أوروبا ولا على أمريكا، ولم يكن منفتحا حتى على المشرق العربي، كان منفتحا على الهند. أول مطبعة عربية عرفها الخليج العربي نشأت في الهند ولم تنشأ على أرض الجزيرة العربية أو في إحدى بلدان الخليج. ورغم ذلك هناك مجافية بل واحتقار للثقافة الأسيوية الهندية أو الثقافة حتى إلى حد كبير حتى للثقافة الفارسية. إذا ليس هناك في حقيقة الأمر ثقافة مشارقية نستطيع أن نتحدث عليها غير. ولهذا نجد أن هناك أمرين موغلين، إما أن نرى سلفية موغلة في وحشيتها موجودة، ربما تكون هذه السلفية دينية أو اجتماعية، أو نرى تغريب كامل بالكامل نحو الغرب ونحو الولايات المتحدة بالتحديد.